طوال التاريخ هناك تضحيات يسيمة وصل إلينا هذا الدين تحمله التضحيات والدماء والشهداء والمظلومية. حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. ولكن ما حال قلب ذلك الرجل الذي احتشدت كل هذه المشاعر على قلبه في لحظة واحدة وفي ساعات قليلة؟ ما حاله؟ أي قلب هذا؟ أي روح هذه؟ أي صبر هذا؟ أي فداء هذا؟ أي صدق هذا؟ أي تضحية هذه؟ أي إخلاص هذا؟ هذه المشاعر والآلام والأحزان كلها دفعة واحدة على قلب رجل هو أبو عبد الله الحسين عليه السلام، وعلى قلب امرأة هي زينب عليه السلام. لكن شو كان رد الفعل؟ الرجل الذي حمل في قلبه كل هذه الآلام دفعة واحدة يمد يديه إلى السماء ويقول: أرضيت يا رب؟ خذ حتى ترضى. وتلك هاي الصخرة اللي خلوا عليها رأس الحسين سلام الله عليه ومجدم، هاي الصخرة. ذاك رجل يمد يديه إلى السماء ويقول: